شو تبارك الله. جاهز للغوص. بارك الله خير. تخير لي الشرغوة. شو الديالة؟ شو الراس قدامك؟ السلام عليكم الرياس الاصدقاء الخوت الحباب. اليوم ان شاء الله فلوق جديد بطريقه جديده ان شاء الله. اليوم غادي نختصونا الرئيس لاشاسو مارينا ان شاء الله. ان شاء الله الله يستر. صباح النور اخوان. تحياتي لكم جميعا المتتبعين في شرمان فلوق. تحيه وتقدير من عند العيش الحره الاخوان. اليوم ان شاء الله غادي ندخلوا نضربوها بغطسه. ضربنا البارح بغطسه كل خير اللهم بارك، ودابا عاوتاني غطسه اللهم بارك. واليوم غادي يدخل معايا الرئيس محمد، غادي يكتشف معايا حتى هو عالم البحار والمحيطات. غادي نبداو دابا ان شاء الله نلبسو في كومبيل. الكومبيل كنديروا ليه شامبوان باش دغيا تلبس كما كتشوفوا، راه كل مره غوي هنا. ضروري شامبوان. شامبوانات الا ما كانش ما يتلبسش لك يزير، يقدر يخنقك ولا شي حاجه. ياك ضروري دابا داك شامبوان تيدخل مع الزيسر تيولي كومبين الحمد لله لين من الداخل. ياك تيخليك تحرك مزيان. تماما. يلا هذه معلومه جديده. انت كومبين تلبسه بوحدك بلا ما يعاونك شي واحد ولا شوف سير الله. خصو يكون مزير هو شويه. ياك لا ماشي مزير بزاف، يحبس فيك الدم. كون الطاي ديالك بحال الحوايج اللي كتلبس تحرك تقد تعوم بيه. كيما كتلبس حوايجك كيما تا هو خصو يكون نورمال، ما مزير ما منخوف. الله يعطيك الصحة. دابا تخشيش في مانطا. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. هذا دابا وليت يا خويا تبارك الله راه اخطبوط صافي سكافندري. الله لا تبارك الله. واللون ديالو زين حتى هو. لون مكاموفلي هذا اللون هذا. ما كيديرش انتباه الحوت. ما كيديرش انتباه الاسماك. بحال شي جرف بحال شي. تقدر الحوته تجي حداك فهمت، وكتبان بحال الحجر. اللون ديال الحجر هذا ديال بلادنا حنا، هذا هو اللون اللي عندنا في البحر. بحالك. وعلى مولانا. تبارك الله تبارك الله. هادو معلومات راه ضفناهم الحمد لله باش نستافدوا منهم ان شاء الله ويستافدوا منهم الرياس. هذاك الشيء اللي كاين. اللهم بارك. ها انتم كي تشوفوا الجو تبارك الله روعة اللهم لك الحمد. البحر طايح والصفاوة كاينة. يعني اليوم ان شاء الله خصصناه للغطيس. البارح كان تبارك الله الجو حتى هو زوين ولكن ماشي بحال اليوم. البارح كان شوية الماء مشلها بشي شوية، داخلها شوية الخضورة. الفوندو ديالو ما تيبينلكش مزيان على حساب إلا بغيتي تضرب شي حوت ولا شي حاجة. الجدر ديال الفوندو مخبت. واليوم راه الجو زوين على البارح. ايوا اليوم غادي نتكلوا على الله انا والرئيس اسامه، غنديروا واحد الجوله غطيسه خفيفه ان شاء الله في هذا المصيد هذا، ونكتشفوا لكم اسماك وكاع الكائنات الحيه اللي لقينا في الطريق. صنور ازايز اللي لقينا ان شاء الله غادي نقوصوه. ياك السي اسامه اللي طاح في المقله يتقلق. ياك كاينش اللعب اللي جاب الله اللي طاح في المقله تقلق. الله يسر الله يسر السي اسامه. الرئيس اسامه هو راه تيقاد العده ديالو، هو يلاه لبس الكومبيني قاد مسايلو، يدير الثقالات على حساب باش يقد يغطس لتحت يقد يفوندي، لان الكومبين تيكون شويه الدياميتر ديالو زايده شويه راك عارف 6 ملم 7 ملم، ما تيخليكش تفوندي تكراباطي، ولكن مع الثقالات هادو تيعاونوك. والاسلحه ديالو معدات ديال الغطيس ضروري بيل، وضروري حتى هو واحد السكين يكون عندك. واو العده ديال لي بالم حتى هما يكونوا عندك. وبحال هاد البوغي خص يكون عندك ماسك حتى هو وتيبا. وهاد البوغيه هادي تيعلق فيها هو الحوت، هذاك الشيء اللي تيشد تيربطو معاه. والله يجيبها سمينه ونتمنوا التيسير. والله يسخر السي اسامه على مولاه. الله يسر اخويا. شوف
اخوان كيف ما كتشوفوا جاهز للغوص ان شاء الله باذن الله. ربي ما غيخيبناش ان شاء الله ضروري من الحصيله. ياك الرئيس محمد. واه الحمد لله اللهم لك مبارك. شتي كاع اللي تيتكل على الله هذاك الشيء والله ما يخيب الله. كنوضوا مع الصباح كنقولوا بسم الله والله يسهل علينا وعلى جميع امه المسلمين وربي راه ما كيخيبناش. كندخلوا ديما الحمد لله الحصيله ديما الخير موجود. البارح راه تبارك الله الاخوان راه كانت حصيله واعره ديال بصح. داكشي اللي وريتكم الاخوان راه حيدنا منه شي لعيبات عطيناهم شي رياس كانوا هنا مساكن. الناس ديال بوزروب والناس ديال الروطار راكم عارفين بنادم راه كيتكرفس. جاو شي متتبعين تاهما راه عطيناهم الحوت تبارك الله راه ضربنا الحوت البارحه الاخوان اللهم بارك والحمد لله على ديك النعمه. راه ما صورتش لكم كلشي فاليوم ان شاء الله غادي ندخلوا ونشوفوا شنو كاين. ياك الرئيس محمد. اه ضروري اخويا ضروري اخويا. الرئيس راه شاف شي حاجه. اخوان واش هذا عجيب واش راه فيه شي طاول هذا. حي حي واه ميت واقيلا دنفيل ولا ما عرفتش هادشي واقيلا دنفيل ولا حوت ولا هادشي راه ميت الاخوان. هذا راه ميت ما حيش. علاش كون كان حي غادي يهرب فاش شافني. المهم انا بغيت نخرجو نشوفو شلاهو 100% ميت هذا على بولها. انا ترى فيه شي 300 كيلو ولا 400 كيلو. يلا سي اسامه تكلوا على الله. هذا الدنفيل راه لي السنينه شو السنينه شوف. الله الله شوف بو جنيب ولا ساكنه لداخل. سبحان الله العلي العظيم. اش كاين الرئيس محمد؟ خويا هذا الدنفيل هذا تقاد عليه الاجال. مع الغطه الاولى بان لينا ذاك الشيء حققناه مزيان فيه. عرفنا هذا الفيل عرفنا راه لا حول ولا قوه ميت ضربه شي حاجه. المهم تقاد الاجال ميت بشي شهرين. هذا انا عطيته شهرين نلبسوا معاه ما فيها باس. نضيع واحد ربع ساعه نخرجوه باش ما يشد في شي شبكه ديال شي رايس ولا شي حاجه. ومن هنا يخرج برا يتحلل ضربوا الشمس ويتعكس الراس. رانا واصلين للطيس ان شاء الله. احنا يلاه غادي نهودو عاوتاني للطو. والله اول مره غنجبد شي كوربينه في الشارع. غنجبد شي حوته كبيره جبدتها ميته. شوف 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 تبارك الله. هو الدنفير راه ماشي الماكله الاخوان. الاسنان ديالو راه بحال المنشار. غير هو نخرجوه كما قال لكم الرئيس يقدر يشد شي شبكه. الا شد شي راه شي شبكه راه مشكله. اي لوت حتى الماء. اي لوت حتى تلوت. والبحر الحمد لله راه تيلوح. هادشي راه جافات الشقاق معاه هو ثقيل ويحال تمايا. ونتمناو التيسير واحنا مواصلين للطيس ان شاء الله. والله شي ما سمينا. هلا يا مولانا. Thank you.
الرياض الاخوان جاب الله واحد جوج شرغوات زينين اللهم بارك. ها هما واحد الشرغوه الاخرى راه باقا عند الرايس راه دايره الحزام ديالو. ها هي يا الله الرئيس محمد باري صحة الرئيس صحت محمد بارك الله ما شاء الله خيرات سهل الشرب وشوف بارك الله ما شاء الله الطبوق هذا تبارك الله محمد هذا قول فرادة اللي بلي ولا سرقوا كل شيء سلاغة صحتك يا الرئيس محمد صحة الرئيس أسامة الحصير اللهم بارك الرئيس محمد الرئيس أسامة الطبوقة تبارك الله قاعد باغ اللهم بارك الصنار واحد ينسيك في واحد تبارك الله خير تخير لي السرقة خيرات تبارك الله هذا اللي تحت قاعدة تبارك الله هذا خصي تقلب سالك من الانسان بطبط هذاك تبارك الله شو هذا؟ عاو السنين اشرق الله ومبارك قلب قلب لنا قلب لنا هذاك محمد شوفه قلب قلب هذا تبارك الله شوف شوف هذا شوف هذا شوف 3 كيلو ولا تدرس اكثر اكثر 3 ونص منك هذا هو الزعاج تقدر خوف هذا الرئيس محمد الله يعطيكم الصحة غطس موفق هذه الحمد لله لا لا تخممش صحتكم يا سيدي صحة الرئيس أسامة حتى تبارك الله نورك الطبوقة تبارك الله واحد سنينير حتى نوري له تنقول له راه هو راه هو وراك عليه وين غادي ديالهم سير تبارك الله ما شاء الله شو السنة شو مهرس هذا شو هذا اسنانه كاع كذا
اخوان رياس الله وبارك الشرق والله مبارك الله يلا طبق ازيدوا الحصيلة الغطسة الثانية ديال رايت محمد الرئيس أسامة تحياتي لهم تعرف ديال رايت محمد سير على سنتر رياس على سلامة الرئيس خاطر كاع المتتبعين فراجة واعرة نوريكم الحصيلة راه يا سلام اللهم بارك الحمد لله اخوان رياس اصدقاء اليوم والله الى نهار بارك الله بالخير ديالو بالطبيعة ديالو بالاجواء ديالو نهار زين تبارك الله وهذا الرئيس هذا والله الى المستوى كاين رايس ديال ديال قنص تبارك الله البيستولي هادشي ديال الغطيس تيدخلوش الشقاق انا والله الا تنزومي عليه بحال هكا وغطس موراه وسط الشقاق تبارك الله ولكن راسو صغير قلتلو ها ريح هو راه جادي دابا شي 10 ايام قلتلو ان شاء الله راه جاي واحد 3 ايام ولا يومين ديال الكلمة ريح واش باغي تنشط مع راسك وباغي الحمد لله بطسوا هذه قال لي والله الا داك هذوك هو الاساس عندي هو القطيس ديها ريح ان شاء الله قصر معنا على الكوربين وعلى الشرغو ودوز معنا وتبارك الله دازت هاد 10 ايام هذه والله ما سقينا بها ولكن اكتسبنا صديق جديد وماشي صديق والله الا اخ الله يحفظك سي اسامه هذا الراجل هذا راه ما فيه ما يتعب بري تبارك الله غزال الحمد لله ولد الناس مصواب متادب مش كادري عنده معلومات تبارك من ناحيه القطيس استفدت من عنده انا الحمد لله العمان وهادشي ديال السوف وبالقبور البوقي وداكشي تبارك الله راه وصلوا فورتي فيه ولكن هادشي التجربه ديال القطيس كاين لي سبوت موجودين كاين بلايص عارفهم تبارك الله زوين ها نتوما هادي هي هاد الحصيله هادي وهاد الخير هذا هو اللي يدوي على راسو ما كاينش الاخوان شي شرغوه هنا صغر من البوديز ها نتوما البوديز هذا راه بوديز ديال 5 متر ياك شوف بوديز ديال 5 متر الحمد لله تبارك الله تبارك الله على هذه النعمه هذه بصراحه تقاتلنا الاخوان كانت حصيله زوينه الحمد لله سنور واحد راه قربنا ضربنا في الشوايه هذا السنور هذا راه تلخر واحد البياسه ديال الباب ها هي شوف انا اللهم بارك الرئيس اسامه الحمد لله المهم اللي كان الرئيس محمد راه كاين فرجنا الرئيس محمد حتى هو تبارك الله ما خلاش من جهدو هبط معانا واحد الهبطه اللي فيها المعاناه ورانا مصايب زوينين ديال الغطس صراحه داكشي اللي كيحلم به الغطاس
ورا لينا الرئيس محمد، جابنا المصيد، هبطنا، قتلنا الحوت، والحمد لله. سي اسامه درنا النيه، درنا النيه. واش كنت متوقع الحجام هذه؟ تبارك الله رائع. حل كل غطاز هذا تبارك الله. والو خيرات. شوف شد دياله، شوف شد دياله، شوف الراس قدام. ها انتم صحتكم الرياض، الله يلا بصحتكم. الخير ديال الله الاخوان. انت كاليبر واحد تبارك الله، كاليبر واحد الحال. لا علاش منين دابا كنهود وسط الفرق ما كنضربش وحده غنضرب ونطلع؟ لا خاصك تعزل البياسه المخيره، حيت الفرق منين كيكون قدامك المسرب ديال الحوت ضرب البياسه المليحه فيه. انا ضربت اولي ديهم فهمتوا. جدود هذا الرئيس اسامه راه شوف راه ما نتفكش معاه، لانه هو سبحان الله متحيت له انا بزاف، ما نتفك معاه حتى ان شاء الله نعود انا وهو سلاح واحد. الله يستر. وحده شق واحد ان شاء الله. ان شاء الله غادي شوف نوريو كاع هذاك الشيء ديال الغد. الا خالفتي الوعد راه غادي نقول للمتابعين نقول لهم هذاك السيد راه خالف الوعد. والو الاخوان شوف وقت ما طاح الحرب احنا خوت الحمد لله، ما كاين لا طوموبيل لا والو، الطياره ان شاء الله انا عنده. طيارة نجي نهود نقطة سنوية. مرحبا. صراحة الخوت داكشي اللي كنا كنقلبوا عليه، أنا هذا الرئيس محمد جاب لنا واحد المصيد الخوت راه الفراغ جاب، هذاك الشيء اللي تحلم به راه هو هذا الخوت. سبحان الله وما بالك. الله يعطيه الصحة أخويا، صراحة كيكرم بنادم أحسن ضيافة. تهلا فينا باب الخير أخويا، راه خلص عليه ما عطاشني هو ما بقاش. الله ما بقاش. تستاهل تستاهل. صحتك صحتك. هاد الشرغوة واقيلا كانت يعاودوها لك في السبعينات. الله يحفظك شي واحد يعاودوها. هادشي غيهضر علينا، غيهضر على الرئيس محمد. الله يبارك. اسيدي بصحتك ومرحبا بك انت ومرحبا بالاصدقاء ديالك ومرحبا بالعائلة ديالك كاملة. وقت ما جي وقت ما بغيتي تجي جي مرحبا بك اودي محمد. ما تهزنا من حتى شي حاجه. هذيك القصيبه هذيك القصيبه ديالك علاش مع الدب بها جايبها؟ انا راه عندي ماتريال. جيت هنايا تهلا فينا بالقصب ماتريال. قلنا سير صايد قامت جيب معك القصب. ما عندك حتى شي مشكل. جي مرحبا بك. صحة تبارك الله عليك. جيك كول واشرب طيب ان شاء الله. فراجه وتفرج مش عارف لا تجي وتفرج تجي غادي تفرج في هذا الفراجه. اللهم بارك. خير. حياه الرئيس محمد في شرمان. صمر من المل شويه الرئيس. صحتكم الدريه صحتكم اخوان. ما تنساوناش الى عجبكم هذا المحتوى هذا بالكومونتيرات ديالكم الزوينين واللايكات لي زابوني ديالكم، وتحيه للجميع. بلوك مقبل ان شاء الله ومرحبا بجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. السلام عليكم.